أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية السكري البحرينية لافتتاح المؤتمر والمعرض الصحي لجمعية السكري البحرينية حول داء السكري. يأتي هذا المؤتمر تزامنا مع مرور 25 عاما على تأسيس جمعية السكري البحرينية، حيث يهدف هذا التجمع الكبير إلى توحيد الجهود للتصدي لداء السكر والحد من انتشاره. 25 عاما من الجهود المتواصلة والتعليم والتثقيف المستمر، أمضت جمعية السكري البحرينية إثراء مسيرتها في محاولة تقليل الإصابة بداء السكري في طور ارتفاع معدلات الإصابة به، حيث يعتبر السكري من الأمراض المزمنة والمنتشرة في مملكة البحرين بين الرجال والنساء وحتى الأطفال. يجب أن نأخذ المسألة بجدية، حيث أن الأخطار من مرض السكري من ناحية المضاعفات خطيرة وتؤثر على العائلة وعلى الشخص، لذلك فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار من ناحية الوقاية ثم العلاج الجيد. يعد معدل الإصابة بداء السكري في مملكة البحرين من المعدلات المرتفعة، حيث تم الإشارة على هامش المؤتمر إلى نسبة الإصابة بالسكر في البالغين بعد سن 20 سنة حوالي 14.3%، وتصل إلى أكثر من 20% بإضافة المعرضين للإصابة، وذلك في آخر مسح أجري للأمراض غير المعدية في مملكة البحرين. هدفنا الرئيسي اللي هو التثقيف والتعليم، وخاصة بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية اللي هم الأطباء والممرضين وأيضا أخصائي التغذية وأيضا مثقفي السكري، لأن يعني نقول وإحنا ثقفنا هذه المجموعة وعرفناهم بما هو جديد في مجال السكري، سواء من ناحية العلاجية أو من ناحية الفحص والدراسات. طبعا هذا بيعطينا بنتيجة إيجابية على ما هم يقدمونه للمرضى. احنا سبب مشاركتنا في مؤتمر الجي جي اس دي ان احنا دايما بنحاول ان احنا ندي للدكاترة المعلومات الجديدة عن الأدوية اللي بتبقى موجودة في السوق، علشان صحة المريض واسلوب الحياة بتاع المريض يتحسن. ده من خلال الأدوية الجديدة اللي احنا بننزلها في البحرين أو في الإمارات أو في مدن الخليج عامة. لوزارة الصحة جهودها الواضحة، حيث أولت جل اهتمامها للوقاية من مرض السكري والحد من مضاعفاته، وسعت إلى تطوير السياسات والإجراءات الخاصة للعناية بمرضى السكري والعمل على تحسين جودة العلاجات اللازمة لهم. منذ تأسيس جمعية السكري البحرينية وها هي تعمد إلى نشر الوعي والحد من انتشار داء السكري وسط تضافر الجهود لمختلف الدول في هذا المؤتمر. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.